مرحلة انطلاقة هي إعداد برنامج مشروع برنامج عمل الجماعة، لأنه ما كيصلح برنامج عمل بطبيعة الحال إلا من بعد المصادقة عليه من طرف المجلس الأغلبية المطلقة ديالو. الحقيقة لحظة الانطلاقة هي يمكن نصفها بأنها لحظة فكرية، لأنه الأساسي هو أننا كنتعرفوا مع بعضياتنا، كنتلاقاو مع الإخوان ديالنا ممثلي المصالح الخارجية، لأنهم غادي تطلب منهم أنهم يقدموا لنا المساعدة طيلة المرحلة ديال الإعداد ديال البرنامج، وطيلة المرحلة حتى ديال التتبع ديال التنفيذ ديالو، ولكن ما فيها بس أن المرحلة ديال الانطلاقة نتفقوا فيها على بعض الأمور اللي هي منهجية. الأمور المنهجية أساسا كتمثل في لجنة القيادة، يكون بالضبط اللي خاصو يكون في لجنة القيادة، لأن لجنة القيادة باعتقادي الشخصي ما يمكنش تكون صورة في المكتب المجلس. ثانيا لجنة التتبع ولجنة التخطيط، حتى هي خاصنا نتفقوا بالضبط على شكون اللي خاصو يكون فيها، وهنايا راه الفرصة كنعتقد أنها خاصنا نفتحوا فيها حتى الممثلين ديال المصالح الخارجية والممثلين ديال المجتمع المدني، لأنه ما يمكنش نديرو شي تخطيط بدون الاستناد للمعطيات اللي ممكن يوفروها لنا الادارات العموميه والمؤسسات العموميه، باعتبار انه هذا برنامج عمل الجماعه تيخصو يكون كيستمد المرجعيه ديالو كيف ما جا في التقديم من الاستراتيجيات الوطنيه اللي كاينه. ما نساوش بانه عندنا اليوم واحد الوجه جديد اللي هو النموذج التنموي الجديد، ما نساوش بانه حتى على المستوى الدولي والمستوى العالمي راه كاينه عندنا شي حاجه سميتها اهداف التنميه المستدامه. اهداف التنميه المستدامه للمغرب حنا وطنيا منخرطين في الديناميه ديالها، عندنا لاش سي بي هي اللي كتنسق هذه العمليه هذه، وبالتالي برنامج العمل ديال الجماعه ديال التنميه ما خاصوش يخرج على هذا السياق. لهذا انا اعتقد بان حنا في هذه المرحله ديال الانطلاق خاصنا نفكروا حتى في المنهجيه ديال الاشتغال على الاعداد ديال البرنامج، خاصه فيما يتعلق بهذا اللجان. وهنايا كنعتقد اننا خاصنا نفتحوا الباب للاخوان ديال المصالح الخارجيه والاخوان ديال المجتمع المدني باش يعطيو معنا المساهمه ويعطيو معنا يد الله. وبطبيعة الحال لكل حادث حادث، ملي غنمشيو للمرحلة ديال التشخيص غادي يكون عندنا ميتكال، ملي غنمشيو للمرحلة ديال التخطيط كذلك غادي يكون عندنا ميتكال.